حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس قال ان في الجنه مائه درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه اراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه قال محمد بن فليح عن ابيه وفوقه عرش الرحمن